أعلنت مؤسسة جسور عربية التي تتخذ من الكويت مقرا لها عن نجاح برنامج القيادات العربية الشابة الذي عقد في مدينة نيو مكسيكو في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن المشاركة العربية في مؤتمر الشباب الوطني في الولايات المتحدة تمثلت في 6 من الشباب والشابات من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت أن المؤتمر حقق فوائد مهمة وحاول تصحيح بعض الصور المغلوطة عن المجتمع العربي لدى العديد من الشباب الأمريكي الذي حضر ذلك المؤتمر. هذا وتسعى مؤسسة جسور عربية إلى توسيع نطاق عملها، حيث ستشرف هذا الصيف على إطلاق مركز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معي من الكويت الدكتور شفيق الغبرة، رئيس جسور عربية للقيادات والاستشارات. مساء الخير دكتور، ونتحدث في البداية عن أهمية هكذا مؤتمرات برأيك في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. مساء الخير. هذه المؤتمرات، هذه اللقاءات ضرورة، ولكن سعينا في هذه المرة أن يكون اللقاء بين الشباب ومع الشباب، بمعنى شباب من الكويت وشباب من الإمارات، شباب وشابات، ليتحدثوا مع المئات من الشبان والشابات الأمريكيين في الولايات المتحدة عن تجربتهم في العالم العربي، عن حياتهم، عن مساهماتهم في الخدمة الاجتماعية، عن دورهم، عن مستقبلهم، عن طموحاتهم. دكتور، يعني شهدنا في الآونة الأخيرة تنظيم العديد إذا كان من اللقاءات أو من المؤتمرات حتى، ولكن يعني هنالك من يرى بأن هنالك خطوطا عريضة تتخذ في تلك المؤتمرات واللقاءات دون اللجوء إلى التخصص، دون وجود توبكس يعني ينظر إليها المشاركون. أولا، ضرورة أن يكون هنالك تخصصية، وثانيا أن يكون هنالك اختيار للشباب الرائد في ذلك. التخصصية كانت موجودة وهي مرتبطة بالرسالة التي يحملها الشبان والشابات الذين ذهبوا من الإمارات العربية المتحدة ومن الكويت. الرسالة الرئيسية كانت إيصال رسالة سلام، رسالة تقدم، رسالة ارتقاء، رسالة جهد. يكتشف الشبان الأمريكيون والشابات أن الشبان والشابات في العالم العربي لديهم نفس الهموم، لديهم نفس التجارب، يسعون لخدمة مجتمعهم، لديهم أمال وطموحات لا تقل عن الأمال والطموحات لكل الشباب، من حيث الأمال والطموحات المهنية أم الأمال والطموحات الشخصية. إذن المقدرة على أن يتماثلوا معنا، النظرة النمطية في الولايات المتحدة بين قطاع كبير من الشباب والشبان عن مجتمعاتنا هي نظرة نمطية سلبية، هي الانفجارات، هي الإرهاب، هي الانتحاريين، ولكن عندما يرون مسؤولية من آخر هذه النظرة ويتساءلون. دكتور، هل هي مسؤولية العالم العربي أم هي مسؤولية الإعلام العربي أم هي مسؤولية أيضا الشباب الأمريكي في الاطلاع أكثر والبحث عن الحقيقة، عن تلك الرؤية النمطية التي تحدثت عنها؟ هي مسؤولية العالم العربي، هي مسؤوليتنا نحن، هي مسؤولية مؤسساتنا، هي مسؤولية الإعلام العربي، وهي مسؤولية الشباب والشبان العرب عندما يتفاعلون مع الغرب. وما هو مسؤولية الشباب والشابات في الولايات المتحدة يبقى لهم، علينا أن نقوم بدورنا. إسرائيل تقوم بدورها، تغير صور معينة، تفرض صور معينة، تؤثر باتجاه صور محددة. هناك قوى عديدة تسعى لتشويه الصورة العربية، علينا إذن أن نواجه هذا، ونواجهه بطريقة صائبة وصادقة ومبنية على أسس تقوم باتجاه علمي وفعال. بما أنكم تحملون هذه الأفكار، برأيك وبطبيعة هذا اللقاء، إلى أي حد نجحتم في ذلك؟ هل ترون بأنه كان هنالك تفاعل من الجانب الأمريكي؟ صحيح، تفاعل كبير، لدرجة أن هذا المؤتمر ويشارك به 3000 لم يقتصر الأمر فقط على من حضروا الجلسة، حضر الجلسة بضعة مئات من المؤتمر، ولكن نظرا لقيمة الجلسة ولقيمة ما قيل من قبل الشباب والشبان، وقد انتقيناهم بعناية وانتقيناهم بدقة
وكانوا متميزين من الإمارات ومن الكويت. هذا الانتقاء ساعد بالمحصلة ونجاح الجلسة أن المؤتمر أخذ الجلسة وجزء من الجلسة وعرضها على شاشات ضخمة أمام بقية المؤتمرين 3000، وبالتالي وصلوا من خلال أصواتهم وتجاربهم إلى مجموعة كبيرة في مؤتمر لقيادات شابة. وبالتالي هؤلاء الشبان القياديين من الأمريكيين الذين استمعوا لشباننا هم أيضا قياديين في قراهم ومدنهم وجامعاتهم ومدارسهم، ولهذا ساهمنا مساهمة طيبة في هذا الإطار. وبالتالي تحدثت قبل قليل عن صورة معينة، صورة نمطية لتكون عن العالم العربي، هل تعتقد بأن هذه النظرة هي معممة على العالم العربي أم مشرق مغرب دول معينة دون غيرها؟ لا، الصورة معممة عن العالم العربي، لأن الاحتكاك الفردي يكاد يكون قليل. أحداث 11 من سبتمبر ونتائجها، الانفجارات، الإرهاب، الدعاية الإعلامية في الولايات المتحدة بين قطاعات عديدة وأجهزة عديدة وتلفزيونات عديدة من فوكس إلى غيرها، والتي تعطي باستمرار انطباعا معينا. إذن طبيعة الأجواء ليست إيجابية، والجهد المطلوب منا كثير وكبير. ومن هنا كانت أهمية أن الشركات الإماراتية، بالتحديد أرامكس في الإمارات العربية المتحدة، شركة أرامكس تبنت المجموعة الإماراتية بالكامل، ومن جهة أخرى الشركات الكويتية، أربعة شركات بالأحرى، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي رائدة، وشركات أخرى، علي الغانم للسيارات، جلوبال أيضا. نعم، إذن بالتالي من هذه النقطة وجميعهم تبنوا هذا التبني هام لنا. من هذه النقطة ننطلق بأنه أي مشروع، أي فكرة يجب أن تسوقها تحتاج إلى دعم مالي وتحتاج إلى جهة ترعاها. كيف يمكن أيضا وجود وعي أو تعميم هذا الوعي عربيا لدعم هكذا ملتقيات ولدعم حتى أي فكرة ممكن أن تصل وتأتي بنتائج إيجابية على العالم العربي كما اللقاء الذي حدث؟ بالتأكيد، يعني قيام المؤسسات والشركات في الكويت والإمارات وقيام الشركات في العالم العربي بالشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم والسعي نحو برامج بناءة وبرامج فعالة محليا إقليميا عربيا وعالميا مفتاح رئيسي لمواجهة الكثير من الأعباء التي تواجهنا، لأن هذا يعود إلى المجتمع العربي وهذا يعود إلى البيئة الإيجابية التي تسعى هذه المؤسسات والشركات للتعامل معها. ومن هنا كان التفاعل مع هذه المؤسسات. بما أنه تحدثت بأنه هذه الأجواء كانت إيجابية، هل تعتقد بأنه هنالك نية لتوسيع هذا التنظيم ولتوسيع هذه المشاركة؟ ما هي الرؤية أيضا إن كان هنالك نية لذلك؟ نعم، لدينا رؤية في جسور عربية، والرؤية تنطلق أساسا من أن هذا البرنامج كان برنامجا أوليا، نسعى لبرنامج ثان، هناك خطة لبرامج جديدة ثان وثالث تسعى لأن تتوسع باتجاه أيضا دول عربية أخرى ومجتمعات عربية أخرى، نسعى لبرامج في القيادات الشابة في الكويت في دول عربية أخرى، نسعى لبرامج تربط بين هذه القيادات الشابة، ونسعى أيضا لحوارات دائمة مع العالم باتجاه رؤية مختلفة ومن هنا عن الرؤية النمطية التي نتعرض إليها. ومن هنا، يعني هل هنالك نية لديكم أيضا أن يكون هنالك ملتقيات في العالم العربي أو حتى تتوجهون بالاتجاهات الأربعة بهذا الخصوص، لا سيما بأنه كما قلت في بداية هذا الحديث كان هنالك من دعم هذا المشروع، ربما تتوسع شبكة هذا الدعم المالي؟ صحيح، نسعى لأن تتوسع هذه الشبكة من الجهات الراعية الراهنة لجهات أخرى، ومن الشباب الراهنين الذين لعبوا دورا مهما نتوقع أن يكون لهم دور في المرحلة القادمة، وأن نتوسع في أدوار لشبان وشابات من العالم العربي، وأن نرتقي بطريقة البرنامج. طيب، وعمقه. طيب، وأيضا المدد الزمنية لهذه البرنامج. باختصار لو تسمح بسؤال أخير، ما هو الذي ينقص برأيك لتنمية الشابات والشباب لأن يكونوا قياديين في هذا المجتمع ولن يحملوا هذه الرسالة؟ 70% من العالم العربي هو من الشباب والشابات. الطاقة الحقيقية في المستقبل هي من الشباب والشابات. ما ينقص وما نحتاجه هي الاستثمار فيهم ككادر وككادر قيادي على كافة المستويات،
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المحصلة أننا بلا استثمار حقيقي في القيادات الشابة في المرحلة القادمة لا مستقبل للعالم العربي. الدكتور شفيق الغبرة وحضرتك رئيس جسور عربية للقيادات والاستشارات كنت معي من الكويت، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.